انت كورش، انت بقى معروف ان انت كبير الزملكاويه هنا وقاعد وقلبك مع الفرقه وبرضه بتشجع الاهلي، بيمثل مصر بالتاكيد يعني. طبعا الاهلي طبعا النهارده ادى اكبر مباراه النهارده، واخد بالك حسام البدري هيتحاسب يعني على المباراه دي بصراحه، واللعيبه رجاله 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 وفرحونا ودايما يفرحونا ان شاء الله بالبطوله. بس انا زملكاوي بس برضك ايه، هيلعب الفرقه باسم مصر. شكرا ليك. قول لي توقعت وليد ازارو